مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عظم الله أجوركم. أكثر من شهر مضى على اعتقال شيخ النمر دون معرفة مصيره ووضعه، ومنظمة العفو الدولية تدعو السلطات السعودية لإخلاء سبيله. تهم ملفقة لصرف الأنظار وتضليل الرأي العام، فالشيخ ضحية انتقاد التمييز والمطالبة بالحرية والعدالة، وألاف المعتقلين الآخرين بتهم مزورة وبلا محاكمة، محاولات لكم الأفواه وإسكات الاحتجاج بقوة القمع والاعتقال. عدد المعتقلين يزداد وأصوات الاستنكار الدولي تتصاعد، فلماذا لا تصغي السلطات السعودية إلى الدعوات الحقوقية؟ ولماذا تستمر حملة الملاحقات والاعتقالات؟ وما وضع حقوق الإنسان والحريات في السعودية؟ العفو الدولية تدعو السعودية للإفراج عن الشيخ النمر. موضوع هذا المحور من تحت الضوء. دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى إخلاء سبيل الشيخ نمر باقر النمر الذي وضعته رهن الاحتجاز منذ أكثر من شهر بسبب انتقاده للحكومة أو توجيه تهمة بحقه بارتكاب جريمة جنائية معترف بها. وقالت المنظمة أن الشيخ النمر يحتجز الآن دون تهمة منذ اعتقاله من قبل قوات الأمن السعودية في العوامية بالمنطقة الشرقية في 8 تموز يوليو الماضي بسبب انتقاده السلطات بشأن التمييز الذي تفرضه على أعضاء الطائفة الشيعية في البلاد. وأضافت أن الظروف الدقيقة لاعتقال الشيخ النمر غير معروفة. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه تم إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على الفتنة ومقاومة قوات الأمن عند نقطة تفتيش مع آخرين، وفتح النار عليها وصدم مركبة تابعة لها أثناء محاولته الفرار بسيارته. لكن المنظمة نقلت عن عائلة الشيخ النمر تأكيدها أنه لم يكن مسلحا ولا يملك سلاحا أصلا، وكان بمفرده عند إلقاء القبض عليه. وطلبت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي السلطات السعودية أيضا بإنهاء ما يرقى إلى نمط من انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع ضد أفراد الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية خلال ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع. وكان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر قد طلب السلطات السعودية بإسقاط جميع التهم المتعلقة بالممارسة السلمية للحق في حريات التعبير والتجمع والاشتراك في الجمعيات، وأكد تعهد المنظمة بالدعوة إلى إطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط في حال اعتقال أي منهم أو من المدافعين عن حقوق الإنسان. إذن العفو الدولية تدعو السعودية للإفراج عن الشيخ النمر. موضوع النقاش في هذا المحور من تحت الضوء، أرحب من لندن الباحث السعودي الدكتور حمزة الحسن، ومن القاهرة بالناشط الحقوقي محسن بهنسي. أهلا وسهلا بكما. أستاذ حمزة، أبدأ معك من قراءتك لدعوة العفو الدولية السلطات السعودية لإطلاق سراح الشيخ نمر النمر، كيف تقرأ هذه الدعوة؟ يعني هي دعوة حقوقية ومضى عليها شهر، يعني بعد اعتقال الشيخ النمر كان يفترض، أنا كنت أتوقع بيانا أقوى من هذا، أقوى في اللهجة، وكنت أتوقع أن أركز أيضا على القضية وعلى الشهداء الذين استشهدوا وعلى المعتقلين بالحجم، بالرغم من أن البيان يعني أشار إلى ما يشبه بالاعتقالات والقمع المنهجي، وإن كان جاء بصورة مخففة في الألفاظ. يعني بالأكيد يعني أن تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمة العفو الدولية بالتحديد يعني حريصة عادة على موضوع السعودية بأن لا تتحدث وأن لا تخدش بشكل حاد، ولكن ما ظهر حتى الآن واضح، يعني يبين أن كل المنظمات الحقوقية الدولية لا تستطيع أن تبرئ هذا النظام ولا تقدم له تبريرا يعني لاعتقالاته ولقمعه، ليس فقط في المنطقة الشرقية وإنما أيضا في كل أنحاء أكثر من البلد، أكثر من مكان. المملكة. طيب. يعني طيب.
وهذا التقرير حقيقة هو واحد عادة يستخدم كإدانة من الإدانات لهذا النظام وسجله الذي هو سيء على كل حال. سجل السعودية هو من أسوأ سجلات دول المنطقة في موضوع حقوق الإنسان. ممتاز. ولكن إلى أي حد الحكومة السعودية سوف تسمع لمثل هذه الآراء؟ تلك قضية أخرى. قضية أخرى وسؤال آخر، يعني هل يمكن الاستجابة أو الرد؟ أستاذ محسن مهنسي، برأيك هل جاء تقرير العفو الدولية في وقته ومكانه أم خارج السياق الزمان والمكان؟ أستاذ مهنسي، يعني أعتقد أن الحالة الروحانية اللي بتعيش فيها الشعوب العربية بمناسبة شهر رمضان والعشر الأواخر، واللي بيتطلب فيها يعني إعلاء قيمة الحرية ورفض التام للحالات الاستثنائية في مسائل الاعتقال وحرمان الشخص من هذه القيمة، أعتقد تماما أن يجب على السلطات السعودية عندما تنتهك حقوق المواطنين في مثل هذه الأوقات الشعائرية، أعتقد تماما هذا أمر لابد أن احنا نقف عنده كتير، بمعنى أصح أن احنا بجد بصدد حماية نظام قمعي، ولا احنا بنحاول يعني لدي اعتبارات على المواطنين في حرية اعتقادهم وبذات الطائفة الشيعية اللي موجودة في السعودية. بيان العفو الدولية في ذلك الوقت هو بيان متكرر محتاج تدعيم أكتر من الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليومن رايتس ووتش ومنظمات عديدة حقيقة، لأن كثرة الاعتقال في السعودية والمحاكمات الاستثنائية وعدم تمتع المواطنين بحرية الرأي والتعبير، أعتقد دي مسائل بقت في حالة الزيادة في المملكة السعودية. وأعتقد تمام أنها لابد أن تكون لها وقفة من العالم المؤمن بقيمة الحرية وقيمة الحق الإنساني في هذه الحرية. إلى جدة رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور أنور عشقي، أهلا وسهلا بك دكتور أنور معنا في هذا النقاش وقراءة حضرتك لتقرير منظمة العفو الدولية التي تحدث بشكل واضح يعني عن إما إطلاق سراح الشيخ النمر أو توجيه تهمة مقنعة واضحة له بموجب قانون أو جريمة جنائية. حتى الساعة كما تقول المنظمة ليست واضحة التهمة الموجهة للشيخ النمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بالنسبة للشيخ نمر النمر، طبعا ألقي الخبض عليه وهو معروف أنه كان يحرض على الفتنة، وطبعا كان هو الذي حرض هؤلاء الشباب الذين يلقون بطبعا قنابل مولوتوف على العسكريين وعلى الدوليات العسكرية يطلقون النار. والمملكة العربية السعودية صبرت عليه صبرا طويلا، ولكنه تمادى في ذلك، فالنتيجة أن المملكة العربية السعودية ألقت القبض عليه. حينما ألقت القبض عليه طبعا هو الآن البعض من جماعته يقول بأنه هو مريض نفسيا وغير ذلك، فالمملكة في هذه الفترة تتأكد إذا كان مريضا أخذ إلى مستشفى مجانين. بعض من جماعته دكتور أنور، بعض من جماعته يقول إنه مريض نفسيا. أيوة البعض قالوا ذلك. فالحقيقة إذا كان عاقلا، وهذا ما أعتقد أنه رجل إن شاء الله يكون عاقل، هذا يجب أن يأخذ كفه من المحاكمة ومن طبعا التحقيق، وبعد كده يتحول إلى المحاكمة ويصدر فيه أمر قضائي شرعي وليس أمر قانون وضعي. فلهذا الشرع هو الذي سيحكم فيه وليس الحكومة وليس الجهات الأمنية. فإذا علينا التريث، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طبيعي. وطبعا تفضل.
يعني لا يعني اريد مقاطعتك، كنت بس اريد تعقيب من دكتور حمزه الحسن حول هذا الموضوع، موضوع اكثر من قضيه. يعني يبدو ان تهمه التحريض على الشيخ النمر واضحه بالنسبه لوجهه نظر دكتور انور، وسلامته العقليه يعني حتى الساعه لم يتم التاكد منها بحسب ما قاله دكتور انور عشقي. يعني هذا الامر لرجل دين، لرجل دين مقدر في المنطقة الشرقية، عندما يتم الحديث إما أنه محرض على الفتنة أو أنه مجنون، يعني أنتم أمام أحد خيارين لا ثالث لهما، كيف تعلق؟ يعني أولا الذي شكك في سلامة الشيخ العقلية هو في الحقيقة من يشكك فيه، وهذا الكلام الذي يكرره الأخ هذا لم يقله أحد من أتباع الشيخ النمر ولا ممن يعرف الشيخ النمر، هذا قيل ومسجل ومنشور في الصحافة المحلية قبل بضعة أيام على لسان وزير الداخلية، هو الذي تكلم عن أن الشيخ هو مختل ذهنيا أو ما أشبه، فلماذا يحول القول الذي قاله أحمد على الناس؟ لماذا يعني؟ لماذا لم يقل الأخ أن الأمير أحمد هو يتهم الشيخ هكذا؟ لماذا يعني؟ هذا أولا. أما قضية التهام فالحقيقة هذا الاتهامات العامة، مثلا التحريض على الفتنة، ما هي الفتنة؟ وما هو التحريض بالضبط يعني؟ ماذا قال الشيخ؟ هو قال التحريض على العنف، أنه أمرهم بأن يستخدموا المولوتوف، ولكن هذا لم يحدث، لم يحدث أن الشيخ دعا أحدا، بالعكس هو قال حتى وإن اعتقلت لا أؤيد حتى رمي الحجار. هذه قضية معروفة عن الشيخ النمر، وأنا أظن أن النظام كل قضيته أنه لا يستطيع أن يحاجج، لا هو يعني هو قال أن الناس يجب أن يأخذوا حقوقهم. نعم سقط مكانة وقدسية هذه الأصنام مال العائلة المالكة صحيح، أما أكثر من هذا فليس، أما لا دعوات العنف ولا التحريض على الفتنة، أصحاب الفتنة هو هذا النظام، هم الذين سقطوا في الفتنة، هم الذين حرضوا الشعب على بعضه البعض، هم الذين مزقوا النسيج الاجتماعي، هم الذين حرموا الشعب من حقوقه الأساسية الدينية والمدنية والسياسية. طيب. هؤلاء هم أصحاب عظيم. الفتنة وجماعة النظام هم جماعة طيب. الفتنة عظيم. وليس الشيخ النمر، الشيخ النمر عظيم. لم يكن داعية فتنة ولا داعية تمزيق. عظيم. أستاذ محسن بهنسي، يعني بقراءة كلام دكتور أنور بشكل واضح يقول لك أن المملكة لا تعتقل الناس جزافا، لن تحاكم وفقا لقوانين وضعية غير عادلة، سيحاكم وفقا للشريعة، وفقا للحكم الشرعي لحالته هذه، سواء كان بكامل قواه العقلية أم لا، سواء كان محرضا عن فتنة أم لا. إذن عندما تتحدثون كناشطين حقوقيين عن غياب محاكمات عادلة، عن غياب محاكم، وفي المقابل يقولون لكم نحن نحاكم وفقا للأحكام الشرعية، أين الحقيقة هنا؟ يعني لا تصور أبدا الاحتكام إلى القواعد الشرعية، ونتكلم عن شرع الله ثم نقوم بأعمال وإجراءات استثنائية فيها يتم عزل المواطن عن عالمه الخارجي وعن زاويه وعن محاميه، ولا يستطيع بأي حال من الأحوال الاتصال بأي أحد أي مكان. لا يمكن توصيف هذا الأمر بأنه توصيف شرعي، بالعكس ده قمة الاستبداد وقمة القمع، أن يحتجز إنسان دون أن تجرى له محاكمة عادلة منصفة. لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول الاعتقال كحالة من عقابية بعيدا عن وضعية القانون نفسه وعن إجراء محاكمة علنية منصفة يتم فيها إعلام هذا المتهم بكل اتهاماته، ومن حقه في نفس الوقت انه يدافع عن نفسه. اتصور هذا، اما ما دون هذا الشرع يعني اعتقد ان ده مش شرع، ولا نستطيع ان نوصفه عن شرع، ان احنا نكون بصدد اعتقال ثم نتكلم عن شرع. وبعدين لما يكون واحد يدعى عليه انه مريض نفسي ويتم اعتقاله دون عرضه على الطب الشرعي او على الطب النفسي او تمكين طبيب من تقديم المساعدة الطبية له وإصدار بيان حقيقي صحيح بشأن هذه الحالة، ثم تطلق هذه الإشاعات بشأن هذا الرجل، أعتقد أن ده امتهان لهذا الرجل وامتهان لحقوقه شخصيا. وكيف يقبل لمن يدعي أن تطبيق الشرع أنه يقبل أنه يحتاج إنسان مريض
ويغلق عليه كل الحواجز وكل السجون ويمتنع عن الاتصال بالعالم الخارجي، وبعدين يبقى نقول عليه مريض. طب المفروض الانسان، مين الانسان الطبيعي اللي يتم الاتصال بيه بالعالم ويتمتع بحقوقه؟ بس كان المريض في هذه الحالة هو الاولى بالاتصال، وهو الاولى بالمراعاة، وهو الاولى بالانصاف. اعتقد ان المسألة فيها حالة من حالات من 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 تكبيت الحرية وتكبيت حرية الرأي والتعبير حقيقة، لان ما فيش حاجة اسمها اولا تجدير السلم والامن العام وتجدير والقيام باعمال فيها فتنة وفيها امور. لو كانت حقيقة لكان هناك محاكمة حقيقية مباشرة. واعتقد ان انا اصدق منظمة العفو الدولية، وهي منظمة يعني معنية بأوضاع حقوق الإنسان في العالم كله، ليس فقط وعندما تصدر بيان النهاردة تدين في موقف السلطات السعودية من اعتقال الشيخ النمر، أعتقد تماما أنها قد يعني وثقت هذه المعلومات بشكل حقيقي، وعلى السلطات السعودية في الأونة الأخيرة أنها تدرك هذا أن هناك مطالبات بحريات مدنية وحقوق وإصلاح ومشاركة في الرأي والتعبير ومشاركة بحق التظاهر وحقوق للمرأة وحقوق لكل المواطنين داخل السعودية. سأعود إليك دكتور أنور عشقي. يعني ليست فقط قضية الشيخ النمر هي التي يتم الحديث عنها، سواء من خلال منظمة العفو الدولية أو حتى من خلال تقارير حقوقية وصحفية. يعني كما قرأت أكيد حضرتك خلال الساعات الماضية والأيام القليلة الماضية تقرير رويترز مع مجموعة من الناشطين الحقوقيين في السعودية يتحدثون عن ظاهرة جديدة إلى جانب موضوع الاعتقالات وغياب المحاكمات، موضوع المنع من السفر. يعني يتحدثون عن حوالي 20 حقوقي يتم منعهم من السفر، البعض يحكم عليهم دون تبيان الأسباب، إلى جانب ما ذكره الدكتور عبد الله الحميد يعني أستاذ الجامعة السابق الذي يحاكم بتهم التحريض. كل هذا الأمر ألا يضع المملكة تحت مجهر انتهاك حقوق الإنسان فيما خص هذا الموضوع؟ الحقيقة قبل أن أتكلم في هذا الموضوع، تفضل. السيدة هدى ما طلبت مني أن أشارك، اشترطت عليها أن لا يكون هناك سفح، ولا أن لا يكون هناك تهجمات، وأن لا يكون هناك سب للآخرين. ولكن مع الأسف أنا بأسمع من الآخرين هناك سب. لكن إذا كانت القضية قضية طبعا حوار علمي، فإحنا مستعدين للحوار العلمي. أهلا وسهلا فيك. أما بالنسبة لي طبعا الشيخ النمر، الشيخ النمر أنا لم أسمع ما قاله الأمير أحمد، وإنما أنا أسمع من الآخرين من الناس الموجودين الذين يعرفونه ويعرفون بعض هذه الأساليب التي استخدمها. وتأكدت بنفسي حينما فتحت التيوب اليوتيوب طبعا التلفزيون أو ليس التلفزيون الإنترنت، وشاهدت وهو يخطب، والرجل كان كأنه يعني بشكل عجيب فعلا بتأكد لي أنه هذا لابد أن يكون هناك شيء من الخلل. الأمر الثاني، الحمد لله لم تمكن أي منظمة من حقوق الإنسان أو منظمة عفو دولي تتكلم عن سوء معاملته في السجن، لكن قالت بالتعجيل، فهذا رأيها. والمملكة العربية السعودية حريصة على أن يكون هناك في تعجيل. هذا التعجيل له إجراءات، وهناك كل الدول كلها إذا ألقى القبض على واحد يبقى على أقل ستة أشهر هذه الحد الأعلى في احتياط عملية الانتظار ثم عرضه على المحكمة. فلما عنده معلومات عن القوانين عليه أن لا يتكلم في القوانين. الأمر الثاني، حينما نتكلم عن موضوع المنع من السفر، كل دولة لها نظامها الإداري وتمنع من السفر، وهذا المنع من السفر خير من أن يكون هذا الرجل في السجن أو هذا الإنسان. المملكة العربية السعودية يتسع صدرها لكثير من طبعا المشاكل وغيرها، ولكن المملكة العربية السعودية لها يعني أساليبها في التعامل مع بعض هذه الفئات. كل هؤلاء الذين منعوا حوالي 7 أو 8، لكن هناك ما يقرب من 50,000 واحد ممنوعين في إيران من السفر. ليه ما تقولوا على إيران؟ ليش تقولوا على السعودية؟
ليه ما تقول على السجون الإيرانية الذي يدخل إنسان ويقتل فيها ولا يخرج؟ إن شاء الله دكتور أنور، عندما يكون هناك حلقة للحديث عن السجون الإيرانية ستكون حضرتك معنا. يعني اليوم نتحدث عن المملكة، نتحدث عن العفو الدولية. يعني يا ريت حضرتك ملاحظتك تعطيها العفو الدولية ليس لنا، العفو الدولية تتحدث عن السعودية لم تتحدث. حلقتنا اليوم عن هذا التقرير، لو كانت الحلقة عن موضوع آخر أهلا وسهلا بحضرتك. إذا حين لما اجي ايران عشان تخاف على مصدر رزقك تقوم تقاطعني؟ لا حضرتك تخرج عن سياق الحلقه. هناك كثير ممنوع من السفر. لنعطي يعني نوع من حق الرد او ربما التعقيب على كلام ما تفضلت به لدكتور حمزه الحسن في هذا الموضوع. يعني ذكرت دكتور انور قضيتين اساسيتين، موضوع المحاكمات وعدم العلم بالقانون، وموضوع ان المنع من السفر افضل من الاعتقال. يعني تتحدث بشكل واضح ان النظام اليوم في السعوديه هذه هي خياراته ولا شان لاحد بنا. دكتور حمزه الحسن كيف تعلق على هذا الموضوع؟ اولا المسحوب جوازات سفرهم هم بالالاف وليس بالعشرات او بالمئات، وهذه الظاهرة غير عادية. نحن أنا أتذكر في 93 كان هناك على الأقل 7 إلى 8 آلاف مواطن في المنطقة الشرقية فقط كانت مسحوبة جوازات سفرين، هذا سنة 93، وأنا قريب من هذا لأنه كان فترة الحوار مع الحكومة. المسألة الأخرى أنه يقول ما في تعذيب، يا أخي خلي شوف صالح المهوس الذي طلع وهو معوق، خلي شوف محمد الشميمي وهو شاب 16-17 سنة أيضا طلع وهو معوق. يعني هذا نظام في التعذيب لا يمكن أنه واحد يقول يبرئه، ولا يقول أنه المنع من السفر أو المنع من الوظيفة أن هذا أفضل من ذاك. هذا نظام مبدع في الجريمة وفي العقاب، ولا أعتقد أنه نظام مجرد يقلد على غيره. أما المسألة الأخرى والثلاث القضايا الذي هو يطالب في القانون، نحن نعتقد أن طريقة الاعتقال غلط اللي سواها النظام، ليس فقط للشيخ النمر وإنما لآلاف المواطنين الموجودين في السجون. أصلا خصوصا تضرب بالرصاص أيضا، ثم أنت تضع نفسك طبيب ونقول أنه مختل فالمختل يضرب بالرصاص. المسألة الثانية أنه هذا السجين له حقوق في السجن، أن يتصل بالعالم الخارجي، يتصل بعائلته، يتصل بمحامي، وهذا النظام لم يوفره حتى الآن. والمسألة الأخرى هي المحاكمة، وهذا النظام نعرف أن قضاءه لا علاقة له بالعدالة. عندك الآن 30,000 مواطن مسجون بقوا على شكل بعضهم إلى 16-17 سنة لن يحق. صحيح. دكتور حمزة الحسن الباحث السعودي، أعتذر على المقاطعة لضيق الوقت، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. أشكر من القاهرة الناشط الحقوقي محسن مهنسي، ومن جدة رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية دكتور أنور عشقي. بهذا المشاهدين أصل إلى ختام هذا المحور من تحت الضوء. فاصل قصير وتلقاكم الزميلة حنان ضيا والمحور الثاني. إلى اللقاء.